إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنت موجود مع الأم اللي القلب ديالها محروق على بنتها اللي مازالت في العمر ديالها 14 عام، خرجت نهار الحد ومازال ما رجعتش نهائيا. خرجت هي وصاحبتها، ماشي خرجت، هربت من الدار. صاحبتها كتنكر كتقول أنا ما عرفاش فين هي، ما شفتهاش. متابعي قناة شوف تيفي، خليكم معنا نسمعوا عند الأم تعاودنا التفاصيل. السلام عليكم اخوتي، انا ام سلمى بن طاهر. مشاتني نهار بالحد مع الستة العشية، مي هربتني مع واحد البنت. من ديك الساعة ما شفتها اخوتي الحبايب، كنطلبوا المسؤولين اي واحد اللي كيعرفها اللي شافها يرجعوا يحسبوا لي بحال الام ديالهم. الله يرحم والديكم اخوتي الحبايب، اللي شاف هاد العائلة يجيبوها لي، الله يختار خيرهم، الله يخلف علي. كنطالبوا الحموشي يجيبني هاد العائلة، هربتني مع واحد البنت صاحبتها. انا كنطالبوا الحموشي. جات عندها واحد صاحبتها هنايا، قيالين جالسين مع بعضياتهم كيتحكوا، تغداو خرجوا جالسين. انا جالسه في هاد الصاله، وما جالسين في ديك البيت النعاس، جالسه في البيت ديال هاد النعاس. شويش كنحس بالباب كتحل غير بشتيتو، حلاتها غير بشتيتو. ما جيت نطلل عليهم حتى كانوا كيجرو في الدروج، جريت معاها بالحفة. اي واحد اللي كيشوفوني هنايا اللي شافوني يعرفوني، انا كنجري حتى الزنقه واحد. اما الا كان كيعرفو الزنقه واحد حتى الزنقه واحد بالحفة، رجلي طايبين. من ديك الساعه البنت ما كانت تبانش. وديك صاحبتها تلاقيتها كنقول لها جيبني العايله، كتقول لي انا ما كنعرفهاش. نطلبوا من سيدنا الله يرحم والديك سيدني، ردني هاد العائله. السبب ديال واش كان عندكم شي مشاكل في الدار شي حاجه؟ ما عندي حتى شي مشاكل، عندي ما عندي حتى شي مشاكل في الدار. انا ساكنه بوحديتي، وغير انا وولدي. هي انا مات لباباها، الله مات باباها، ماشي بزاف، الله عامين. مي مات باباها ما كملش، العائلة جالسة واكلة، ما خصت حتى شي حاجة. العائلة ما عرفتش، الله أعلم. كيفاش كانت عاملة في الطلعة ديالها، في القراية ديالها؟ القراية كانت كتجيب أي واحد، الأساتذة كندخل عندهم كيقول لي مزيانة بنتك كتقرا. بنتي راه كانت كتقرا، كنديها بيدي وكنجيبها من جد. أي واحد، أي أستاذة تسقسيوها يقول لكم ديك العائلة كيف نية في القراية، يقولوا لك كنعرفوا ديك العائلة. الله عمر راس العائلة، مسكينة موظفة كتشطب هنايا المدرسة، ما كاين حتى شي حاجه. العائله جالسه، غاديك البنت اللي دخلتها للدار هي اللي خرجتني بنتي. ودابا حاليا باش كطالبتي؟ كنطالبوا سيدنا الحموشي يردوني بنتي، يردوني بنتي ويشوفني بنتي فين هي. نطالبوا سيدنا الحموشي يطلبوا ردوا سيدنا. اذا متابعي قناه سمعت معنا الطلب ديال الام اللي شاف البنت ديالها، هي البنت ديالها اللي شافها في شي بلاصه، يحاول يتصل بها. الرقم ديال الام
06/70/22/97/00. البنت في العمر ديالها 14 عام خرجت نهار ديال الحد من مدينة قديمة من السقاية، خرجت في 6 ديال العشية وما عاودتش رجعت بصفة نهائية. اليوم الخميس يعني 5 أيام ما رجعتش. اللي شافها في شي بلاصة ولا شي حاجة يتواصل مع الأم ديالها، حيت الأم ديالها في واحد الحالة يرثى لها، ونتمنى والله يكون خير. متابعي قناة شوف تيفي حاليا وصلنا لنهاية البث المباشر، نتلاقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.